منذ عدة سنوات تعود عبد الله الشديدي على قضاء عطلة الصيف في سطيحة على الساحل المتوسطي، ولما تقاعد من عمله كتقني بمعمل للنسيج في فاس، كان ذلك في العام 2000، كان قد تمكن من بناء منزل له في سطيحة، وقد دأب على قضاء عطل نهاية الأسبوع من حين إلى آخر في ذلك المنزل الصيفي، إلى حيث ترافقه زوجته ثريا. كان احتكاكه بالبحر وإقامته علاقات مع عدد من البحارة قد جعله يهوى الصيد. في 6 أبريل من العام 2009، كان عبد الله يسوق سيارته وحيدا في طريق العودة إلى فاس، بعدما أمضى عطلة نهاية أسبوع مطولة امتدت 3 أيام من الجمعة إلى الأحد في سطيحة. كان وقتا ممتعا أمضاه على الشاطئ برفقة عدد من الصيادين. ساعة لوحة القيادة تشير إلى 7:15 صباحا، منذ قليل تجاوز تارغا، عند منعطف على جانب الطريق رأى امرأة تستوقفه، وحيدة كانت. ظن عبد الله أنها من المنطقة، لباسها يوحي بذلك، بالقرب منها حقيبة. توقف في تلك الساعة المبكرة، قد لا تجد المرأة وسيلة نقل. لما صار بمحاذاتها أنزل زجاج النافذة وسألها عن الوجهة التي تريد إليها، قالت له إنها تريد التوجه إلى تطوان. كانت شابة دون 30. نزل ومضى إلى صندوق الأمتعة يفتحه، حمل الحقيبة التي بدت له ثقيلة ووضعها في الصندوق. ركبت المرأة بجانبه، ظلت صامتة، ثم سألها إن كانت تسكن في المنطقة. قالت له إنها من متجر قريب من تارغا، سرعان ما نسي اسمه. فهم من حديثها أنها تقيم في تطوان، وأنها ما جاءت إلا لزيارة عائلتها. لم يرد عبد الله أن يعمق الحديث مع تلك المرأة. من حقيبتها اليدوية أخرجت كيسا بلاستيكيا صغيرا به بضع حلويات كتلك التي توزع في الأفراح، فتحته ودعت عبد الله إلى تناول قطعة منها، حلويات حفل العقيقة الذي أقامته أختي، كذلك قالت. ابتسم الرجل ومضت أصابعه الطويلة إلى داخل الكيس، أخذ قطعة حلوى ومضى بها إلى فيه وهو يشكرها. دار بينهما حديث عن حفل العقيقة والتقاليد المعمول بها في المنطقة وتلك التي تتبع في فاس وفي جهات أخرى من المغرب، ثم رجته أن ينتظرها 5 دقائق لما يصل إلى ودلو، لأنها تود أن تسلم إحدى قريباتها أمانة بعثت بها إليها شقيقتها. لم يتردد عبد الله في إبداء موافقته. بدت له ممتعة الرفقة. المرأة الشابة التي قالت إنها تدعى نادية أوحت إليه بأنها مطلقة وبأنها تشتغل بالطرز. وصل إلى ودلو، تبدو المدينة نائمة، وحدهم الأطفال المتوجهون إلى المدرسة يمنحون الشوارع بعض الحياة. اتبع عدة أزقة ثم انتهت الطريق، وراء الرصيف أزقة ضيقة. قالت المرأة إن منزل قريبتها يوجد في الزقاق، ورجته أن ينتظرها 5 دقائق. امتثل عبد الله دون تعليق ولا تردد. نزلت المرأة وحملت حقيبتها اليدوية، رآها تختفي في الزقاق. نزل من سيارته ولكنه لم يبتعد، كان الجو باردا ذلك الصباح. مرت 10 دقائق دون أن يظهر أثر لتلك المرأة، مرت 20 دقيقة ولم تعد. بدأ القلق يساور عبد الله الشديدي، يتساءل ماذا حدث لها. ما كان يطمئنه أنها لم تأخذ حقيبتها تلك التي وضعها بنفسه في صندوق الأمتعة، ولكنها لم تعد الآن وقد انقضت 1 ساعة كاملة أو أكثر. كان الناس الذين يأتون من الزقاق الذي سلكته ينظرون إلى السيارة بكثير من الفضول،
يدققون النظر في السيارة وفي وجه عبد الله، ثم يمضون دون أن تحمل وجوههم تعبيرا يذكر. ما الذي يفعل؟ أقفل السيارة ثم مضى في الزقاق الذي ابتلع المرأة. كان زقاقا ضيقا اصطفت على جانبيه دور بعضها لم يكن قد اكتمل بناؤه. ثم على بعد 50 مترا ينتهي الزقاق وتظهر أرض عارية امتدت على مساحة شاسعة. المنازل التي مر بها كانت مغمضة أبوابها ونوافذها. ثم تذكر مرة أخرى الحقيبة التي تركتها في صندوق الأمتعة. عاد إلى سيارته. في الشارع الذي أتى منه لمح امرأة ترتدي جلابة بنفس لون جلابة تلك التي قالت إن اسمها نادية. خطى خطوات وراءها، أحست المرأة بوقع خطاه فالتفتت. لم تكن تلك التي حملها في سيارته. عاد أدراجه وقد قرر الآن أن يفتح تلك الحقيبة التي وضعها في صندوق الأمتعة. رفع غطاء الصندوق، كانت الحقيبة مكانها. ظل للحظات ينظر إليها مترددا، فكر في تسليمها دون فتحها إلى مصلحة الشرطة، فكر في إنزالها وتركها والانطلاق إلى فاس، ولكنه تذكر تلك النظرات الفضولية لمن عبروا من المكان الذي يقف به. لا شك أن أحدهم سيتذكر أرقام تسجيل السيارة ولن يتردد في الإبلاغ عنها إذا ما كانت الحقيبة تحتوي على ممنوعات. في لحظة ما تخيل أن الحقيبة محشوة بالمخدرات، ثم أيقن أن ما فكر فيه لا يستقيم، إذ لا يعقل أن تترك المرأة وراءها مخدرات قد تكون تنتظر من تصريفها مالا وفيرا. أعاد إغلاق صندوق الأمتعة. وإذا كانت المرأة تعرضت لمكروه، بدأ يساوره لوم نفسه عن إساءة الظن بتلك المرأة الشابة. بعد ساعة ونصف ساعة كانت نوافذ أغلب المنازل المحيطة بالمكان قد انفتحت. يحس بالنظرات سهاما تخترق جسده. ركب سيارته وانطلق. قرر أن يغادر المدينة، وحين يصير بعيدا ويتوارى عن الأنظار سيتخلص من تلك الحقيبة. سلك طريقا موازية للبحر. في الصيف تكون غاصة بالمصطافين. يعلم أن هذه الطريق ستفضي به إلى الطريق الوطنية التي تمضي إلى تطوان، غير أن الذي لم يضعه في حسابه هو الذي حدث. في نهاية الطريق دورية للشرطة استوقفتها. توقف. تقدم نحوه رجل شرطة، نظر إلى وجهه ثم أشار إليه بمواصلة الطريق. غادر عبد الله ودلو. ترسخت أكثر في ذهنه فكرة التخلص من تلك الحقيبة في مكان خلاء. تسلقت السيارة المرتفع، ولما صارت في الأعلى توقف. وادلاو تبدو هناك في الأسفل. فتح صندوق الأمتعة، أنزل الحقيبة. أحس بها ثقيلة، حجمها وشكلها لا يحيان بذلك. لها حزامان على جانبيها وقفلان معدنيان لماعان. فتح الحزامين، ظن أنه سيحتاج مفتاحا للقفلين، ولكنهما انفتحا دونما حاجة إليه. يأتي من البحر هواء بارد. فتح الحقيبة، واجهه ثوب أسود يغطي تماما ما تحته. سمع محرك سيارة، نظر جهة الطريق. كانت سيارة أجرة كبيرة أبطأ سائقها سرعتها لما وصل. ألقى بنظرة إلى عبد الله وسيارته التي كان غطاء صندوق أمتعتها مرفوعا. أزاح عبد الله الغطاء الأسود، ما دونه شيء لف في عدة أثواب. صار يحاول الوصول إلى ما في الداخل، وفجأة ظهر رجل رضيع. بعد لحظات سيعي عبد الله أنه اكتشف جثة طفل حديث الولادة. الآن لم يعد يساوره شك في أن تلك المرأة الشابة
تلك التي تبخرت، تلك التي قالت له إن اسمها نادية، قد خدعته. ما الذي يفعله الآن؟ أعاد لف ذلك الحديث الولادة في تلك الأثواب، أعاد إغلاق الحقيبة التي لم يكن بها شيء آخر، وضعها بين بضع شجيرات قصيرة، ركب سيارته وانطلق. حركة المرور ضعيفة ذلك الصباح، كان يود لو تنبت سيارته أجنحة وتطير به إلى فاس. لم يتوقف إلا حين بلغ طنجة. في المساء في حدود الخامسة كان يدخل سيارته إلى مرآب منزله. لم يكن ليخفى على ثريا أن زوجها منشغل البال، ولقد استغربت منه ذلك، أليس عائدا لتوه من سطيحة حيث أمضى وقتا ممتعا مع أصدقائه الصيادين؟ سألته ولكنه نفى أن يكون منشغلا، وحاول أن يقنعها بأنه تعب السفر ربما. تظاهرت بأنها اقتنعت، إذ لم تكن تريد أن تعكر صفو الأجواء الأسرية. مرت ثلاثة أشهر، كان عبد الله وزوجته يستعدان للسفر إلى سطيحة لقضاء العطلة لما طرق بابهما رجل شرطة. تسلم منه عبد الله استدعاء يطلب منه الحضور عاجلا إلى مصلحة الشرطة القضائية لأمر يهمكم. قال عبد الله لزوجته إنه يظن أن في الأمر خطأ ما، لم يكن لديها ما يشكك فيما يدعيه، بينما هو في قرارة نفسه يستحضر صورة الرضيع حديث الولادة الذي اكتشفه في حقيبة تلك المرأة التي اختفت في ودلو. لما حضر إلى مصلحة الشرطة القضائية بادره ضابط بالسؤال عما إذا كان قد سافر مؤخرا إلى الشمال. لم يكن ليحاول المراوغة، ورد بأنه يتردد كثيرا على سطيحة حيث يملك سكنا صيفيا. بدا الضابط وقد جنب عناء أسئلة كثيرة، فباشر بإبلاغ عبد الله بأنه يتعين أخذ بصماته. امتثل، وبعد أن تم ذلك أبلغ بأن بصماته اكتشفت على حقيبة عثر بها على جثة رضيع بالقرب من ودلو. للمرة الأولى في حياته وجد عبد الله شديدي نفسه في مواجهة الشرطة القضائية، لا يكاد يصدق. أفضى للمحققين بكل ما حدث له مع تلك المرأة. كانت اللحظة الأصعب في عمره تلك التي جاءت فيها ثريا تسأل عنه في الكوميسارية. قصة الرضيع الذي علم من الشرطة أنه كان أنثى زرعت شكوكا في نفس ثريا. رحلات عبد الله المتكررة إلى سطيحة صارت في نظرها ألغازا. لم يكن فيما قدمه من أوصاف لتلك المرأة الشابة ما يسهل الوصول إليها. مرت أربعة أشهر، للمرة الأولى لم يمض عبد الله وزوجته العطلة الصيفية في سكنهما بسطيحة. خلال عملية مداهمة قامت بها الشرطة واستهدفت منزلا يشتبه في إيوائه أنشطة مشبوهة، تم اعتقال عدة أشخاص من بينهم أربع نسوة تم التحقيق معهن حول التعاطي للدعارة. وقد تمكن المحققون من دفع الواحدة بمعزل عن الأخرى إلى الكشف عن أسرارهن، وكذلك تم التوصل إلى أن إحداهن كانت تتولى التخلص من كل مولود ينتج عن تلك العلاقات غير الشرعية. كانت امرأة دون الثلاثين. لما أحضر عبد الله تعرف عليها بسهولة، ولم يكن ذلك ليبرئه تماما، فهو لم يبلغ في حينه عن ذاك الاكتشاف الرهيب.